أستاذ نزار يعني أنت الشاعر الوحيد اللي له رصيد كبير من الأعداء ورصيد كبير من العشاق. موقفك إيه من أعدائك؟ والله أنا بعتقد أنه المعادلة دي هي اللي جعلت مني شاعر. يعني أنا لا أفهم شاعر يكون بغير أعداء وبغير ناس بيشتموه. يعني الحقيقة الشتيمة أنا بعتبرها وسام. أنا منذ بدأت في كتابة الشعر كنت دائما أمشي على أرض مزروعة بالمسامير وكنت مصلوب دائما. هذا لا يزعجني في الحقيقة، لأنني أؤمن بأن القصيدة تحاول، القصيدة يعني الجديدة دائما تحاول كسر شيء في المجتمع. أنا لا أؤمن بالقصيدة التي لا تحاول أن تحفر أمامها جدار التقاليد والخرافات. أنا شخصيا بؤمن بما قاله دورنمات الذي قال إنه الشعر هو اغتصاب العالم بالكلمات. فالكلمة أو القصيدة التي لا تحدث جرحا ولا تترك وراءها زلزالا هي قصيدة فاشلة. يعني أنا خلال 20 سنة من العمل الدبلوماسي كنت أشعر أنني ممثل يلعب دورين ويتكلم بصوتين. هذا الصراع القديم بين الدبلوماسي والشاعر أوجعني كثيرا، وكنت في خلال عملي الدبلوماسي وفي المدن التي مثلت بها بلادي أشعر أنني منفي عن الجمهور الذي أكتب له. إنني أؤمن أن الكلمة يجب أن تنتهي إلى الناس، وخلال الفترة الطويلة التي قضيتها خارج الوطن العربي كنت أشعر أنني منفي وبعيد عن جمهوري. كنت أشعر أنني ممثل يمثل على خشبة مسرح خال من الجمهور تماما. يعني مفروض أن الشعر أو الشاعر له أعمال أقرب إلى طبيعة الشعر من أعمال أخرى. الشعر قدر الإنسان، وهذا القدر لا يتجزأ إلى أجزاء أبدا. يعني الإنسان حين يشعر بأعماقه أنه هو يريد أن يعبر عن نفسه. خيالي أن نظرتك للمرأة تغيرت، لأنك بتأخذها من مضمون يختلف عن المضمون اللي كنت بتأخذها من خلاله في قصائدك السابقة. صح، أنا لا أؤمن بشاعر لا يتغير. يعني أنا اليوم أطعت حوالي 25 سنة وأنا أكتب الشعر، فمفروض أني انتقلت من مرحلة مراهقة لمرحلة شباب والآن في مرحلة الكهولة. طبيعي أنا لا المرأة بقيت في مكانها بالنسبة إلي ولا أنا بقيت في مكاني. طبيعي طبيعة العلاقات تتغير. يعني رجل العشرين أو شاب العشرين ينظر إلى المرأة نظرة تختلف كثيرا عن نظرة شاب الأربعين. بعد الجواز تأثرت نظرتك للمرأة؟ أبدا، بالعكس أنا يعني بعد الجواز أشعر أني مركز أكثر، يعني وأعيش في منطقة من الطمأنينة أكثر. يعني الزواج في الحقيقة يجب أن لا ننظر إليه كسيف أو كمشنقة، وهذا هي النظرة الشرقية المألوفة. والزواج عملية نسبية جدا، يعني أنت قد تعثر على المرأة التي تجعل حياتك نعيم وقد تعثر على المرأة التي تقلب حياتك إلى جحيم. المهم أن العلاقة بين الزوج والزوجة تكون علاقة حضارية، علاقة فكرية، علاقة خالصة من الشوائب ومن الرسوبات. الشعراء عندنا، الشعراء العرب عموما كلهم بيراعوا ده ولا برضو بيحدث تكرار في القصيدة؟ لا طبعا، لا طبعا لا. يعني إذا أحصيت الشعراء العرب كلهم يمكن يعني هم في المئات أو بالألوف، لأنه إحنا والحمد لله يعني شعب ينتج الشعراء كما ينتج يعني الخضار والفاكهة
يعني نحن شعب فعلا غزير الشوارع. إلا أنه بحب قول أنه إذا أخذنا من مجموعة الشعراء مثلا 20 أو 30 قصيدة، بشعر أنا أنه هاللي متميزين منهم هم قصيدة أو قصيدتين، وهذا هو فرق المقلد عن المبدع، يعني فرق الذي يطرح الجديد والفرق بين الذي يطرح الجديد والذي يحاول أن يلوك القديم. في توارد خواطر بين الشعراء؟ هو يمكن تشابه التجارب الحياتية والإنسانية تؤدي في بعض الأحيان إلى توارد خواطر في الكتابة، لكن أنا لا أؤمن بالتوارد يعني توارد المطابقة، لا، هذا لا يحدث إلا بالنادر.